المعلم الآلي. أي يستطيع الإنسان الآلي أن يعلم الأطفال في المدرسة بدل المعلم الحقيقي؟ قد يكون هذا الأمر من الخيال العلمي، ولكنه في حقيقة الأمر واقع حقيقي تحقق بفضل تطور التكنولوجيا والاختراع في عالمنا. فقد أصبحت الآلات قادرة على أن تحل محل المعلم في كثير من المجالات، مثل التعلم بواسطة برامج في الإنترنت والحاسوب. في مدرسة بمدينة بكين في الصين، يضحك الأطفال لدى محاولتهم حل مسألة حسابية أطلقها المعلم الجديد، الذي لا يعدو كونه رجلا آليا صغيرا برأس دائري ووجه مزود بشاشة تعمل باللمس. هذا الإنسان البالغ علوه 60 سنتيمترا هو المعلم الجديد الذي اسمه كيكو، وهو قادر على سرد قصص وعرض تمارين الحساب على الأطفال وتصحيحها عبر نظام وضع فيه، ويتنقل هذا الروبوت الأبيض العريض غير المزود بذراعين على عجلات صغيرة، فهو يضم كاميرات يستخدمها لتحديد الاتجاهات، كما تتيح للأطفال تسجيل مقاطع فيديو مع مدرسهم الآلي. يصغي الأطفال إلى مدرسهم الآلي الصغير، وهو يقص عليهم بصوت طفل صغير رواية عن أمير صغير، فيضع عليهم أسئلة حول سير أحداث تقع لبطل القصة، ومع كل إجابة صحيحة يتفاعل كيكو بحماس مع تحريك عينيه وهما على شكل قلب أحمر، فيبدو هذا الإنسان الآلي بشكل ظريف وجذاب. حقا كيكو يحب الأطفال، كما أنه يتحدث بلغات عدة، مما يجعله وسيلة لتعليم اللغات الأطفال، إضافة إلى أنه سيكون لعبة نشطة تتفاعل مع الأطفال وقادرة على تذكر ما يحبونه.